الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله أمبل ما دوي الشيخ عبد الرزاق أكا نصيحة بلبل دوتي أوما كو أنا ولا أليني بالموي بلدي لم يسجن فسر على تجمينا و نصيحة مهمة حول العناية بأذكار النوم. كوري كنا جاكا منك بون كوسوبي أنا أنجانتو سنغو في ذكرو لا نميدا شوفي كان داغا سنغو ذكرو دو كان أكي كان يرى كان كولو ذكرو نون كولوشي كوني نصيحة ميمي نابنا بولي أوكا. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، الشيخ عبد الرزاق البدري كو ألاكا ألاتنا، الأذكار الواردة في النوم تبلغ هذا العدد 40 حديثا. كو ذكر من نانا سنغو يعني غا سنغو كان ذكر من كي ذكر من نانا سنغو كنغان كولا أبسي أرسابينا نغنما أبسي أرسابينا نغنما، وهي أحاديث عظيمة جدا أرسود من بي وكبن كسبة كسبة. وينبغي على المسلم إذا أوى إلى فراشه أن يكون له حظ ونصيب من هذه الأذكار والأدعية. وابنين إسلام في ناي كفوكتا داروما غغلاما نيورو دوكا كي أي كبوني أذكار نونا أني ندعو نونا. أولا أفولو فولو فولو ودي عناية بألفاظها عناية دقيقة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أفولو فولو فولو ودي أكي يرك كولوشي أكي مغودون أرسان نو أفورا فوتوغو مينا ذكر نو فورا فوتوغو مينا دو نو فورا فوتوغو مينا كا إم مغودون أولا مغودون مين يكا مزين كوسوبة إنا فو أنا نكا بو ألا كراما نيمان كيزي باغا توغو مينا أنا نا توغو مينا إبا فو إنا فو أنا نا توغو مينا ذكر نو فورا توغو مينا لا كرافة إبا فو توغو لا دو إن فورا لا كرافة توغو مينا إبا فو توغو لا كاسوري ما دو فرا كاسوري ما دو بو ألا ويا فولوي. ثانيا أفلنا محافظة عليها كل ليلة ودي كلا تغني كاكا شوشو دالي نويس نغف ذكروني أدوي إكي لتغني كاكا شوشو شو كيلين أنا تمي كاكا سريما سنغو أذكرو كي كاكا سريما سنغو دعو كي. فإن عليا رضي الله عنه قال في أحد أذكار النوم، علي ألا جناك باما أيافو سنغف ذكر دو كنغنكولا أكو ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليكو كوني ما ذكرين توين نداتو سنغولا شوفي كابني نامي على كرال دومنا ما توين. قالوا وكو عليما ولا ليلة الصفين قال صفين شو إما توين شولا قال ولا ليلة الصفين أكو قال صفين وشو ما ذكرين توين. وليلة الصفين ليلة شديدة والما ليلة شدة سفينة شو عليكو شو جلاني كراكا علي سغمدا دي في كلا تمنا علي اني معاوية اني نيونج نوا ولكو معركة سفين او كلاي ونا جلايا وشو علي ما ذكرو انتوين الو شولا. فيعود نفسه على المحافظة عليها كل ليلة رمضان كان يرد يرلا تنانيكا ني أذكر نونكا شوشو ويأفلاني. ثالثا سمنا يستشعر معانيها ودلالاتها نابي أذكر نونفو أبي دون نونفو أكا إيرس سمي أكرولا أبي كرم نوندي أكا توقي ميري أولا كي إيرس سمي أولا أنا أبي فهم نويرا أكي ميري أولا كي إيرس سمي أولا ويحقق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد أبي فهم شينتي يفنا كفن لبارا دون نوني أذكر نويرا لك منك كابني نمان يالا أني ألا كلمان شالا. فإن من حافظ عليها كراغو موما يلا تنكي أذكار نونوكا نوي سوفي أذكار نونوي مومي نيبا أفوياني كسنغو وناما يسنغو رو كوفي ينام على الفطرة يبسنغو دينا ديكا ينام على التوحيد يبسنغو التوحيد ديكا نوي ألا كلمان شيئا يبسنغو ديكا ينام على البراءة من الشرك يبسنغو جيالي ديكا بفلان فياما ينام ولا يزال عليه من الله حافظ يبسنغو
sunɔgɔ in kɔnɔ lataganikɛbaga tɛ wuli o bɛ a kan ka bɔ ala yɔrɔ o b'a lataga su in bɛɛ lajɛlen na wala yaqrabuhu sheitanun dinɛ setɛnɛ si tɛ gɛrɛ a la azikari nunu fɔlen kɔfɛ o su tɔ yen na bilen bɔn i mana ye kuma bɛɛ aa ɲɛɲininen do dɔ ye n bon ɲɛjugu bɛ na a donna ta a bɔra ta ni ɲɛjugu min minɛ jumɛn de bɛ ne minɛ ni e ma bon jɔn de bɛ na bon e t'i yɛrɛ lataga ni foyi ye e bɛ na ka b'i ka baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn walima ka b'i ka barokɛyɔrɔ la dɔrɔn sufɛ dɔrɔn ka n'i fili dilan kan ka tɛmɛ ni sunɔgɔ ye ziguru tɛ kɛ dɔw tɛ kɛ sɔgɔma fana i bɛ bɔ ten ziguru tɛ kɛ dɔw tɛ kɛ sɔgɔma fɛ duwawu o ziguru i t'o kɛ i t'a kɛ wula fɛ ɔ e kɔni e bɛ fɛ ka kɛ cogo di ni e ma bon jɔn de bɛ bon han ni setanɛw ma kulonkɛ k'e la jumɛn de bɛ kulonkɛ k'e la wa nin bɛ mun yira n na fana o de ye k'a fɔ walahi ala kɛra ye fɛn minnu di anw ma azikaru ni duwawu la k'o to yen maa man ka taa fɛn wɛrɛ ɲini min ka diinɛ tiɲɛ ka taa muru fɛ yen dɛ aaye tangana dɔ di yan dɛ min tanga ka bɔ kɔrɔtɔw ni ɲɛjuguw ma dɛ ala kɛra ta de filɛ nin ye nin de ka bon n'a bɛɛ ye n'i ye nin fɔ i dalen a la foyi foyi t'i sɔrɔ n'a ye diɲɛma bɛɛ di yan o ka fara ɲɔgɔn kan k'i dabali a t'i sɔrɔ ɲɛjugu kana na ɲɛjuguya ma dɛ a ɲɛjugu ka kɛ han ɲɛjugu la tɔɔrɔman dan ye ni i dumunilen don ninnu kan foyi foyi t'i la a tɛ foyi foyi k'i la o de la sheikh ibn Uthaymeen y'o de fɔ ko foyi m'a to sitanɛw ye kulonkɛ kɛ maaw la nin waati laban ninnu na ani kɔrɔtɛ cayara nin waati laban na fo n'a kɛra kumana min na mɔgɔw y'u yɛrɛ yɔrɔmajanya ka mafɛngɛyali kɛ ni azikaru ninnu ye sɔgɔmada azikaru ani wuladafɛla azikaru ye ani n'i bɛ da sufɛ azikaru an kelen k'o ye k'a to yen de sitanɛw ka kulonkɛ cayara adamadenw na wa kɔrɔtɛw cayara ɲɛjuguw cayara n'o tɛ k'i to ninnu kan kɔrɔtɛ t'i sɔrɔ ɲɛjugu t'i sɔrɔ majuguba majuguba t'i sɔrɔ maaw yɛrɛ bɛ i ye k'i kabakɔ a minɛ ko ne ko karisa ko karisa ye maa suguya jumɛn ye i tɛ maa suguya si ye hadamaden de nka ala kɛra ye ninnu minnu di i bɛ k'a latanga de k'i to ninnu kan e dalen bɛ a la foyi foyi t'i sɔrɔ fo ni min ye ala diya ni min ye ala diya o b'i sɔrɔ o bɛ kɛ lajarabi ye e ye ani k'i daraja kɔrɔta k'i jurumuw yafa a bɛ k'o kama. إلى غير ذلك من الآثار والثمار العظيمة التي جاء مصرحا بها في هذه الأحاديث التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه كتاني آثار نغنان تماما أني نفبل بل من أمي أننا أجاليني أرسان نون كونو أممي أبنين إسلامي فأبشر إسلامي أكافو كما نونا نايك كفو كتاك الدقلما ويأتي من هذه الأذكار بما يتيسر له وابنا أبنا ni fɛn min nɔgɔyara a ma de ka bɔ nin zikiri ninnu na yastahidu fi an yata bima yatayassaru lahu a b'a cɛsiri de ka na ni fɛn min nɔgɔyara a ma wa sheitanu harisun ala sadi labdi an hadhihi ladhkari wadawat wa sheitanɛ ɲagaɲagatayalen do a cɛsirilen do ka se ka jɔn na sigin cogo min na ka bɔ nin adhkaruw ma ani nin duwawu ma wa sarfihi anha ani ka a layɛlɛma ka bɔ a ma liyanama ala ghairi zikri mun kosɔn jɔn ka se ka sunɔgɔ ala kofɔ tana ka n'o kɛra ale be se ka kulonkɛ kɛ jɔn na sunɔgɔ kɔnɔna la الشيخ عبد الرزاق البدر علي دي ني مسيا بيلي بيلي ني اما ني نشارو العقيدة الوسطية كنا غدرسو بسبالي نان نان كنو اما ني نلافي على كان يمو غمونو مي لتغني كي سوغم مدافع اذكارو لا اني ولافا ولافا اذكارو لا اني سنغو يانو تي اذكارو منو مي غني دوم مي غمو مي لتغني كو وكا على كان يولو لا على كان انسوترا على كان لباني هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.